استني هقولك والنعمة. استني يا لهوي استني والله يا ماما استني والنعمة يا ماما هقولك والله العظيم جت في ايدي. طب والنعمة جت في ايدي خلاص والله بهزر والله يا ماما المعلم لكل اللي كيكو والله. انت عارفة ان انا هبقى عروسة قريبة؟ انت عارفة ان انا هبقى عروسة قريبة؟ ان شاء الله والله. عارفه انك عايز تفرحي بيا والجامعه عادي بقى. يلا خلاص. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني جدا جدا جدا. بصوا يا جماعه بقى انا جايه لكم في مقلب اقسم بالله عماله افكر فيه من النهارده الصبح كده مثلا لغايه العصريه تمام، اللي هو عماله اجيبها يمين اجيبها شمال. فالمهم يا ريت تدعموني تحت بقى بلايك سبسكرايب فعلوا الجرس عشان خلاص فاضل لنا تكه نوصل على الايه يا جماعه 300,000 خلاص تمام. فيلا انزلوا تحت دموني. بصوا بقى يا جماعه منتهى الخلاصه انا قررت اعمل مقلب في ماما تمام، فمن غير كلام كتير وان انا احرق لكم المقلب تمام يلا نخش على المقلب على طول تمام. يعني انتوا نفسكم هتتصدموا. وانا هنا دلوقتي يا جماعه فين؟ في غرفه والدتي الست الكمل اللي هعمل فيها المقلب. حلو حلو. فعاوزه الفيديو ده يا جماعه يوصل لاكبر عدد من اللايكات. ابوس ايديكم علشان انا هيتخرب فيديو بعد شويه تمام، وهنسمع صويت وهنسمع يعني ممكن انزل على خبر اليوم والله او طبق اليوم. دم خفيف. سوري على القلش ده. دلوقتي يا جماعه انا هثبت الكاميرا تمام. انا اخترت اوضه والدتي عشان هي اول لما هتيجي هتدخل على الاوضه تمام. هي عارفه ان انا بصلي الحمد لله طبعا لنا ربنا، فبقيت بصلي وبقيت بلتزم من وقت للتاني. فانا لابسه الازداء بصلي عادي يعني. حلو حلو. فاللي هي مش هتستعجب يعني لو انت لابسه الطرحه ليه او لابسه الازداء ليه. دلوقتي هظبط احط الكاميرا تمام وهقول لها يا ماما انا مش قادره اكمل مع كريم. بصي بقى انا هقلع اكون قلعتك انا هقلع الدبله اصلا عشان ما انساش تمام. وايه وهقول لها كده شوفوا بقى رد فعلها ايه يا جماعه. يلا بينا. ايه الحلاوه دي؟ بصوا يا جماعه انا المفروض دلوقتي تبطل مكان الكاميرا تمام، وانا مش عارفه اذا كنت ظاهره ولا لا. فايه مش عارفه. بصوا انا سايبه المقلب ده على ربنا. انا عاوزه اقول لكم ان انا جايبه جهازي هنا وجايبه جهاز هنا فالكاميرا اوريدي مش باينه، لكن عشان اوضتي واوضتي برضك مش هتبان لان في دولاب. بس لا عشان ماما كمان هستدرجها هنا. امي اصلا المفروض ان هي نزلت تشحن كارت الكهرباء لان الكهرباء كانت قطع ولسه دلوقتي شغلناها من عن طريق الجيران يعني الكارت بتاعهم، فهي نزلت تشحن الكارت بتاعها. فاول لما هتيجي بتيجي تدخل على الاوضه على طول. هي اصلا لسه جايه من الشغل من شويه. حلو بس يلا بينا. A few moments later. هو الاكل خلص ولا ايه؟ خلص. الاكل خلص. احنا خمسه في الدنيا برضه قطنا بقفش. وانت عامله حساب وانت عامله على قد. يا ابني ما جوه. هو في النقط عارفين ولا ايه؟ اه. ازاي؟ تعالى بس هنا عشان الهوا جاي لنا من هنا. فرحان انت تاني بقى هتيجي. تعالى بس هنا. يا عم فرحان تعالى. مسدل احنا عاملين. تعالي بالصلاة على النبي. نازلين ايه؟ بقول لك ايه يا اسطى؟ جيب لي يا اخي. معيش فلوس. لا لا مش هطلب منك حاجة يا متفلت. أنا كنت عاوز أقول لماما حاجة. مش قولي. أنا كنت عاوز أقول لماما حاجة. أنا قلت أطلع بقى ولا إيه؟ أه يا اسطى. خديش أنا مش لا مش فتان. أنت مش فتان؟ انت مش فتان. قولي حاجه مهمه انا بس حاجه وحشه.
ايه؟ عشان اقول لك دي صح ولا لا. عشان ممكن لو عرفت. صدق 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 صدق. بصي يا اسطى، يعني انا فكرت يعني كده ان انا ايه مش هقدر ان انا اكمل مع كريم، ويا بفكر اشكل الخطوبه بصراحه. ليه؟ مش حاسه ان انا مش بتهزر. اخلص ما تبقاش اخلص. بقولك ايه؟ بقولك ايه؟ الواحد مش انا مش حاجه. ايوه عايز ايه يعني؟ يعني انا مطلوب مني. طب مطلوب مني ايه؟ بتهزري يا ماما؟ بتكلم جد على فكره. سؤال واحد، انا مطلوب منها مني اكل؟ اقول له لا تعالى يا ابني خد شبكتك وخد حاجتك. مش عارفه انت ممكن تكلميه تقولي له كده. وفي حد بيتكلم من السكوب ده؟ في حاجه على فكره. فين الكاميرا الخفيه؟ انا بتكلم بجد. الكاميرا اللي لابسه دي بتصلي عليه ولا ايه؟ بصوا يا جماعه بجد والله. هي فيها حاجه دي؟ فيها تعب دي مش عارفه، بس انا شايفه ان ده احسن. ده احسن لو الخطوبه تطول اكتر من كده. هي طولت اصلا؟ لا هي مش قصه طولت. انا ليه لما قلت ياسمين انا البيت اتملى؟ انا صدقت اخواتي سافروا عشان انا براحتي. اخلصوا. لا بتكلم بجد. لا والله انا بتكلم بجد. في موافقه؟ موافقه على ايه يا ابني؟ موافقه على ايه؟ موافقه على الدربكه اللي هي دربكتها لي ساعتها لما كنت بعزل وبنقل ومش عارفه ايه، وتعالي يا ماما هعمل واسوي. كنت ايه؟ كنت انا ما بين دي وهنا وما بين هنا. والاخر ان هي زنت عشان خاطر احنا سيبناها هناك في كانت الشقه القديمه لوحدها. بص يا ماما دي نقرة ودي نقرة. لا يا لا, لا يا حبيبتي ماما دي ماما هي قصة ان انا شايفة انا شايفة بقول لك ايه؟ تستاهل واحدة احسن مني. بقول لك ايه؟ انا جاية مصدعة اساسا وجاية مش شايفة قدامي. فبعد اذنك الموضوع ده مش لعبة. عايزة يا بنت الناس. بقول لك يا ماما انا مش فاضي كده خالص. اعملي الاكل ست انا جعان. اعملي الاكل ولا اطلع اخش اكل نفسي؟ انا اجي من تحت تقول لي كريم وانا مالي يا ست؟ انا ذنبي ايه؟ طيب يا سيدي شكرا كفاية. انا عايز طالع ذنبي ايه بقى؟ بتكلم جد والله يا جماعه. والله ده دي حاجه بص يا ماما بص يا ماما احنا بتاعته اهي تمام؟ ودي الحاجه بتاعته حلو اديه وانا ان شاء الله وانا بقى اللي انا اديها له. كلميه قولي له يا كريم اكلمه اكلمه قال له ايه؟ كلميه قولي له يا كريم عاوزينك عاوزين نتكلم معاك في موضوع مهم. او قولي له يا كريم انا بعتبرك زي ابني سوري تمام؟ وبنتي مش مرتاحه. ايوه انت شايفه ده صح يعني ولا ايه؟ مش فاهم. مش عارفه يا ابني انت بتهزر. كبس بقول لك ايه؟ بصي بصي الموضوع ده مع ابوكي مش معايا انا. يعني قال لها يا ماما الموضوع ده مع ابوكي. لا يا حبيبي بابا ثانيه انت بس يا عم يا عم يا عم يا عم تعالى نعمل طبق كشري كده وهنظبط. مش عاملين كوش عاملين ملوخيه. يلا استني نعمل اكل وحبوسي ليكي. عامل نفسي مش داري. يا عمي زبط بس يا عم مش يا ماما لا ده انا عامله كذا ويا ماما مش عارفه ايه وايه. وفي عز لما الواحد كان مع عامل يعني الدنيا متربعه على دماغه لا انا عايز اعمل كذا. هو في هي الخطوبه ديت كلمتين وخلاص وايه؟ وبعدين مش احنا ما شفتش من الواد حاجه وحشه. هما على نفسها ما شفتش منه حاجه وحشه. ايوه هما انت ما شفتش منه حاجه وحشه بس انا بقول لك خلاص انا مش قادره. لا يا ماما انت اللي هو يجي وانت اللي وانت ويبقى الكلام ده قدام ابوك هو بقى اللي يجي. يا بابا انا ماما انا مش حاضر. انا اروح اقول لبابا انت روحي وصليها له. لا يا بقول لك ليه؟ لا يا ماما لا يا حبيبتي ده موضوع. هو موضوعنا هو موضوع مع ابوكي. لا موضوع مع ابوكي لوحده وانت موضوعك ده. ماما لو سمحتي عشان خاطر. لا يا انا شايفه ان الموضوع ده احسن حاجه. هي بس معانا هنا ما هي كيكه هتقول له لو قعدت مستحمله تاني يوم كيكه هتقول له. شفتي؟ فاهمه ليه؟ هي هتقول له في ايه؟ هتقول له الحقيقه. طب يا ابني طب هتكلم يوم نيم هو مش هي يا بابا يا بابا اولا دلوقتي خلاص ولا اتاخر ماشي كلمه الراجل ده ممكن نكلمه ان شاء الله بكره نكلمه ممكن هيجي شويه ممكن تغير رايها يعني عادي عادي مش هغير رايي انا خلاص خدت قرار انا مش عايزه الخطوبه دي خلاص خلص الحوار انا مش عايزاه خلاص يا ماما انت تكلميه وتقولي له كذا. لا انا مش لا لا يكون في وجود ابوك واخوك زي بالظبط زي ما هم قعدوا. اخويا مسافر ومفيش غير ان شاء الله بقى لما ان شاء الله بقى لما يجي. بقول لك ياسمين بقول لك ايه؟ انا بقول لك انا مش شايفه قدامي. بقول
بعد اذنك انت اولا طول النهار نايمه صبيا بتبقي ما يعني انت ما يعني مفيش شمس بتيجي عليك لكن الواحد شمس وحر ومش طايق فانت بعد بس يا جدعان خلاص انا عايز اكل دلوقتي ما قدام عايز تاكل ايه مش فاكر اهو ايوه في اكل جوه بس ايه يعني هو القصه في الاكل هنتكلم في موضوع مهم جدا مش فاهم ازاي يعني عايز نركز ناكل ونتفق انا وانت وماما بقى على اللي يحصل نتفق على يا ابني اتفق على يا ابني هو اللي اتفق انت صح وهي غلط هو اللي صح وهي غلط هي غلط صح انا اقول ايه طب هو هو سؤال هو الموضوع كان معايا هو الراجل جه هو جه قال لي ده كذا مش الموضوع ده كان مع ابوك مع اخوك خلاص يا سيدي لما يجي ابوك نتكلم بابا لما يجي ابوك اسال لما يجي ابويا كنا اكلت وانت اكلت ونمت ان شاء الله هيا هي بصي في الموضوع ده هو ده لما ابوك يجي واخوك يا بابا انا الامر واحد اتنين تلاته بس انا ما مش يا ماما خدي طب خليها لا يا ماما وخليها معايا لان انا بنزل الصبح انا بنزل الساعه كام بنزل الساعه 5 الصبح بس لكن انت ماما بقول لك ايه انا عامله مقلب قولي جعان كده يا ست يا ربي بقول لك ايه لا انا عامله مقلب انا مش قليله هنا والله هقول لك استني هقول لك والنعمه ثانيه يا ربي استني والله يا ماما استني والنعمه يا ماما هقول لك والله العظيم جت في ايدي طب والنعمه جت في ايدي خلاص والله بهزر والله يا ماما المقلب ده كله لكيكو والله انت عارفه ان انا هبقى عروسه قريبا انت عارفه ان انا هبقى عروسه قريبه ان شاء الله والله عارفه انك عايز تفرحي بيا والنعمه عادي بقى يلا خلاص ظبطت الدنيا دي طب حاضر طب صلي على النبي طب والنبي ما تزعلي بس بقى والنبي ما تزعلي عشان خاطر والنبي ما تزعلي بس يا سمي والنبي احسن واحده بتعرف تعمل مقالب وبتعرف تاخد على دماغها يعني الاثنين توجذر شايفين الحاجات دي كلها اترمت عليا تمام طبعا ايه ما جالتش اوفر كده الحمد لله ان امي راعت ان في كاميرا يعني انا بحمد ربنا على هذا الموضوع وانا الحمد لله ان انا رضيتها بس عشان هي اصلا جايه تعبانه وفاصله وكده عيني كانت بتشحن الكهرباء فانا اروح اشحن لها الكهرباء عشان اكون براضيها اكتر المهم يا جماعه بقى ما تنسوش تحت تنزلوا تعملوا لايك وتدلعوني علشان في فيديو بعد ده جامد جدا